أحسن الله إليكم. أخيرا يقول البعض من المدرسين يقصر الصلاة في القرية التي يدرس فيها وهي تبعد عن بيته أكثر من 80 كيلومتر، إلا أنه يقيم في القرية أكثر من 4 أيام، ويقول بأنه يقصر لأنه لا يدري متى سينتقل من هذه القرية، فهو أشبه بالمسافر الذي لا يدري متى سيرجع. ويقول أيضا إنه سأل فأجيز له ذلك، هل ترون ذلك يا فضيلة الشيخ؟ إذا كان يعرف أنه سيقيم في بلد التدريس أكثر من 4 أيام فلا يجوز له القصر ولا الجمع، لأنه أصبح مقيما، والمقيم يتم الصلاة ويصليها في وقتها ولا يقصر ولا يجمع، هذا هو الأصل في المقيم، فلا يجوز له القصر والجمع إذا كان يقيم في بلد التدريس أكثر من 4 أيام وهو يعرف ذلك. أما لو أقام وهو لا يدري متى يرجع إلى بلده، النهار يرجع، الظهر يرجع، العصر يرجع، أو يرجع بعد يومين أو بعد 3 أو أكثر، هذا هو الذي له حكم المسافر، لأنه لم ينوي إقامة، لم ينوي إقامة. أما الذي نوى إقامة تزيد على 4 أيام فهذا عارف أنه مقيم، تلزمه أحكام المقيمين. ولو أفتاك الناس وأفتوا، هذا شيء في ذمتك، هذه فرائض لا يجوز أن تقلد فيها فلانا وعلانا.